الرحيم. أنا أبو حسن من بغداد من العراق، جئت إلى جئت إلى دلهي عاصمة الهند بعد أن تعرفت على الدكتور أمان لزراعة أسناني بعد أن فقدتها في بغداد، وكان عمله جدا حلو وممتاز وما صار عندي أي ألم وحسيت بطمأنينة عنده، وكان أسعاره جدا هم مناسبة. وبالمناسبة أنا أشكر دكتور أمان على زراعة الأسنان ورجوعي إلى ابتسامتي القديمة بعد أن فقدت الأمل، وأنا أشكر جدا دكتور أمان على هذا العمل وأنا ممنون له، وإن شاء الله أتمنى له طيبة الشغل الجيد والنجاح إن شاء الله، وشكرا. أي، وأنا بالمناسبة كنت أعاني من عدة الأسنان بعد سقوطها وكنت فاقد جدا للأمل، ولكن هو أعاد لي ابتسامتي التي أنتم تنظرون إليها بعد أن ركب لي الأسنان، ولا يوجد يعني أثر للألم، يعني شغله كلش حلو ويشتغل بتقنية عالية، وأنا جدا ممنون عنده وأشكره شكرا جزيلا. لا، ما يوجد أي آلام، بالعكس شغله كان جدا نظيف وحلو ومرتب ومواعيده جدا يعني مضبوطة، وما شفت أي عوائق أثناء العمل مال دكتور أمان، وأنا أشكره جدا جدا. How many implants doctor put in your body؟ أسعاره جدا معقولة، أسعاره رخيصة وزينة، وحتى يعني ما تذكر انه المبلغ الذي يعني اخذه من عندي، ولكن شغله النظيف وابتسامته الحلوه هو يعني ممتاز عمله، وشكرا. ايوه، انا هاي ابتسامتي، وانا اشكر الدكتور أبوان على رجعت لي ابتسامتي الجميله، وانا جدا جدا اشكر الدكتور أمان.